ما بعد طبعا في آليات الدولة اللي هي الاتهام، يعني الاتهام ده إذا رأى يعني السيد النائب العام أنه نتولى الاتهام في إذا أسفر الاتهامات لأشخاص معينين إحنا بنرفع التقرير. النائب العام يا إما يشكل لجنة اتهام من عنده مكتبه من مكتب النيابة العمومية، أو يقول استمروا أنتوا بما أنكم أنتوا عندكم هذه البس. لكن الفهم بتاع أنه الثلاثة شهور دي طبعا هي لانتهاء تحديد المسؤولية القانونية فقط، أما الاتهام ده طبعا ما بيعمل، هياخد أكثر من كده، يعني هياخد زمن تاني ما عنده صلة بهذا. لكن اللجنة المفترض أنها في خلال ثلاثة شهور أو إذا امتد الزمن تحدد المسؤوليات القانونية. طيبة لحياة طيبة.